ماريا بيا ملتزمة تماما بكل شعائر وتعاليم الكنيسة، ولكن ما أعنيه هو أن أداءها لواجباتها يلاحظ فيه أنه أكثر ارتباطا بحياتنا. هذه الشطائر لذيذة جدا. فعلا؟ ألا ترى نيافتك أن علينا تقديم شكرنا للرب على نعمته هذه؟ طبعا، سامحني. تفضل يا أبتي. يا رب، نشكرك على هذا الطعام الذي أمامنا والذي نشارك فيه جميع إخواننا. هذا الطعام هو ثمرة تعبنا، ولهذا علينا جميعا أن نبذل كل ما في مقدورنا لنشكرك عليه. آمين. آمين. إنها صلاة جميلة جدا يا أبتي، ولكن فسر لي، ما الذي قصدته بقولك إن علينا أن نبذل كل ما في مقدورنا لنشكره على هذا الطعام؟ ما قصدته هو أننا في مجتمعنا، وهذا ينطبق كذلك على الأخت ماريا بيا وبقية الراهبات، كلنا نقوم بحرث الأرض مع الهنود. أتزرعون مع الهنود؟ مضبوط. فهذه طريقتنا لنثبت للرب ولكل الناس أننا جميعا سواسية. أتصور أن نيافتك خلال فترة وجيزة ستتفهم طريقتنا، فهذه أفضل وسيلة لنتقرب بها إلى الهنود. بالطبع بالطبع، سيسعدني أن أتعاون معكم يا أبتي. هذا إذن ما يقصده مونتيرو، زيادة الضرائب وتغيير مجرى النهر. نعم يا بني، يبدو أنك التقيت به. نعم، في طريقنا إلى هنا بدا واثقا جدا وأخذ يهددنا، سوف يحيل حياتنا إلى جحيم لا يطاق. مونتيرو اعتبرها إهانة كبيرة أن يتراجع فرناندو عن وعده بأن يزوجه ابنته. إنه إنسان همجي وبلا رحمة يا ابنتي، وهو يرى أن رد الإهانة هو الانتقام. ماذا سنفعل إذن؟ هذه الضرائب باهظة جدا ولا يمكننا تسديدها. أعرف يا بني، ولكن اهدأ، قريبا سنجد وسيلة لنحل المشكلة. ولكن ما يشغل بالي أكثر هو ما يخطط له مونتيرو، وهذا ما يجب أن نستعد له. ماذا تعني يا أبي؟ كلنا توقعنا أن يحدث هذا، وأن مونتيرو سيسعى للانتقام بأية طريقة. نعم يا بني، توقعنا هذا، ولكن ما أخشاه الآن هو قيام مونتيرو باستغلال نفوذه وهو القائد الأعلى للجيش، وفي هذه الحالة سيؤذي الجميع. ماذا تعني يا سيد أليخاندرو؟ هل مونتيرو قادر على أن يتحدى أبي؟ أجل يا بنيتي، لم أقصد بكلامي أن أخيفك، ولكن إنه رجل شديد الخطورة ولا يضع عواقب تصرفاته في الحسبان، لذا من الممكن أن يحاول الانتقام من والدك.